بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم مراجعة مادة الاختبار الثاني في مادة اللغة العربية للصف السادس الأساسي. الاختبار يوم الاثنين الموافق 6/4/2020 من مادة المطلوبة من صفحة 16 إلى صفحة 41. وقت الاختبار من الساعة 12 إلى الساعة 1 ظهراً. مدة الاختبار ساعة واحدة فقط. سنذكر أهم الملاحظات التي يجب التركيز عليها في مادة الاختبار. أولاً، التركيز على قاعدة ألف تنوين النصب. يكتب تنوين النصب أو الفتح على الهمزة مباشرة في كلمة سماء. وضعنا التنوين على همزة مباشرة ولم نضع ألف بعد الهمزة، تكتب بهذا الشكل: سماء، دواء، فضاء، رداء. يوضع التنوين على الهمزة مباشرة، ويكتب التنوين على التاء مباشرة في كلمة جامعة، جامعة، مدرسة، متفوقة، طالبة. يوضع التنوين على التاء مباشرة. ثانياً، قصيدة ولد الهدى. التركيز على صفات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الكرم أو السخاء والصدق والأمانة والرحمة. ثالثاً، كان وأخواتها هي عبارة عن أفعال. كان وأخواتها هي أفعال، تعرب دائماً فعل ماضي ناقص. كان وأخواتها هي أفعال وليست أسماء أو حروف. كان وأخواتها عبارة عن أفعال وتعرب دائما فعل ماضي ناقص. رابعا، التركيز على علامات الترقيم. خامسا، اسم إن دائما منصوب بالفتحة، وخبر إن مرفوع بالضم أو تنوين الضم. مثلا إذا قلنا إن الصدق منجاة، إن الصدق منجاة. إن حرف توكيد ونصب، الصدق اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، منجاة خبر إن مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. سادسا، حفظ اسم مؤلف كتاب كليلة ودمنة، وهو عبد الله بن المقفع، صاحب كتاب كليلة ودمنة. أخذنا منه نص الهر والطائر والأرنب، وهو عبد الله بن المقفع. سابعاً، إن وأخواتها هي حروف، هي حروف ناسخة، هي حروف ناسخة، تدخل على الجملة الإسمية التي تتكون من مبتدأ وخبر وليست أسماء أو أفعال. قلنا كان وأخواتها عبارة عن أفعال، إن وأخواتها هي حروف، حروف ناسخة تدخل على الجملة الإسمية المتكونة من المبتدأ والخبر. ثامنا، عند دخول حرف الجر اللام على الكلمة تحذف همزة ال، ويعرب الاسم المتصل باللام اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. عند دخول حرف الجر اللام على الكلمة تحذف الهمزة ويعرب الاسم المتصل باللام اسم مجرور. مثال كلمة البيت، عند دخول حرف الجر اللام عليها تصبح للبيت، للبيت، حذفنا الألف ووضعنا الكسرة على التاء. ماذا تعرب للبيت؟ اللام حرف جر، بيتي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. إذا قلنا لماذا حذفت
همزة ال من كلمة البيت، السبب هو دخول حرف الجر اللام عليها. تاسعا، التركيز على معاني المفردات الآتية: هائبين بمعنى خائفين، الرحبة بمعنى الواسعة، وأيضا التركيز على معاني إنا وأخواتها. قلنا إنا وأنا حروف تفيد التوكيد والنصب، كأن تفيد التشبيه، مثلا كأن نقول كأن الرجل أسد. ليت حرف يفيد التمني، هي تمني شيء مستحيل أن يحصل أو نادر أن يحصل، مثلا كأن نقول ليت الشباب يعود يوما. لكن حرف يفيد الاستدراك، كأن نقول مثلا الامتحان سهل لكن الوقت قصير. لعل حرف يفيد الترجي، مثال لعل الامتحان سهل. أيضا كلمة شمائل بمعنى أخلاق، أصل بمعنى أساس، التنوير بمعنى الهداية إلى الحقيقة. عاشرا، حفظ قائل قصيدة نحن الشباب. من الشاعر الذي قال قصيدة نحن الشباب؟ هو بشار الخوري الملقب بالأخطل الصغير. الملاحظة الأخيرة، التركيز على أسئلة التدريبات صفحة 17 زائد صفحة 30، وأسئلة المعجم والدلالة صفحة 27، والفهم والاستيعاب صفحة 27 أيضاً.